السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو نهاية Days Gone. طبعا هذا ممكن يكون آخر فيديو بالسلسلة، لا يطلع له جزء ثاني، وعلى الأغلب حيطلع له جزء ثاني. أظن اللعبة ناجحة وحلوة كثير صراحة، في ناس تابعوها معي كثير وحابب آخذ رأيكم فيها. هل شفتوها لعبة حلوة أو لا؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ضروري أعرف شو رأيكم فيها. ثاني شيء، الأوقات الحلوة بتمضى بسرعة هيك بيقولوا. فعلا هاللعبة يعني انا ختمتها، انت عم ينزلكم الفيديو يمكن بعد اسبوع ما خاتمها، فما وقفت لعبة الصراحة. بعد ما ختمت ضليت عم العب بدون تسجيل لانه استمتعت فيها. فبتمنى تكونوا اخذتوا نفس الشعور، بتمنى تكونوا استمتعتوا. قبل ما نبدأ ما بتذكركم لايك شير كومنت، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، ولا تنسوا كود AJAK بفورتنايت ايتم شوب او بايبك ستور اذا عم تشتروا العاب لتدعموني وتدعموا القناة. اتمنى تستمتعوا بالفيديو، ما راح اطول عليكم اكثر ما هو طويل، وبسم الله خلونا نبلش. يلا المهمة اللي بعدها اللي هي اخر مخيم باونتي هانتر. يلا نروح على اخر مهمة يا شباب، على مخيم كوبلند. طبعا اي سيارة شرطة حلاقي على الطريق حوقف عليها، لانه الامو ستيويشن معانا صفر طلقة بالدرم جان، صفر طلقة بالسنايبر. تعرفوا شو؟ رح اروح على المعسكر تبعنا عبي امو. البوابة حد هنا، شفته قبل كده، افتح. أول مرة لي. هاي الكلب جاك، جبنا له جاب له هدية. يا سلام، رائع رائع. يا هاي كويك سيف. بس يا شباب انا السبب الوحيد اللي جريت لهون مشان اخذ امو، بعدين مكملين بطريقنا. هاي كويك سيف، برجع لكم نوصل على مخيم كوبلند. يلا وصلنا على معسكر كوبلند. دخلوه، فكرنا حنوصل يكون في معركة. يلا لجوه. ايه اللي حصل؟ اصابة تانية، متطفلين من الطريق، لازم نجمع رجالة ونطردهم. ما تبصليش، دي مش مشكلتي، ماني معاهم. بعت ناني في مهمة لجمع الموارد. أنا بدير المعسكر بس، وما بقولش لحد يعيش حياته ازاي. ستين ده يا كوب. كنت بشتغل في مدرسة فيرول الابتدائية. في اليوم اللي كل الناس بتعرف فيه. نروح نلاقي ماني. عاد انزل هلا واعمل تحقيقات. يلا هات لنحقق. بس حدا كوب لقيت الموسيقى بتاعه. حدا ماني اللي كان يصلح لنا الميكورات. على سانتيوم
ايوه لقيته خلاص، ديك نحول. هلا هذا اخر واحد حينطلع علينا. يلا اول مرة غدرني وانا عم حك عيوني، هلا ما حخليه يغدرني. فعلا مام. تمام، يلا بينا يلا بينا مع بعضينا. استخدمنا باندج مو متكت، أول مرة بحياتي بكون معي المتكت فل. هاي سابقة لم تحصل من قبل. يمكن نرفع في حاجة. صندوق آمو بليز، صندوق آمو بليز، صندوق آمو بليز. هاي كحول. يعني ما في صندوق آمو. طيب خلينا نكمل. ندور على كاني ماني. محتاج دول. جوايز كتير. وينو؟ ليش اختفى اثره؟ اوكي. ليكو هنيك. كم واحد في هون؟ مين هالكلب اللي معه الشوتجن؟ واحد معه سنايبر فوق. يلا بينا. والله ما حروحت الارض السنايبر عليكم. امو يا اخواتي. متكت هات نستخدم متكت. كم حدا فيهم معه طلع اس ام جي؟ فراغ جرينيت نايس. ديك اهلا ماني. ما
ثواني. ما كنتش هسيبه يقتلك كمان. مين هنا غيرك يعرف ازاي يصنع الكربيراتير من جديد؟ تمام، لورا بالراحة من غير صوت. حلو آمو. يلا في داعي نقاتله ولا فينا نمشي بدون ما نقاتله؟ لازم نقاتله للدب. ايوه وجو الزومبيز فوق. قتلت سعيدة. حلو. خبر يا ديك، انت نجحت. اوه يا خبر، المكان امن. رحت معسكرات كتير، ما شفتش حاجة زي دي قبل كده. ايوه ماشي، يلا نخرج من هنا. يلا يا ابني حرك. مش لازم تضغط عليا في الموضوع. هاي صندوق امو ممتاز. لا تكرموا علينا بالامو الجماعة. هلا لا تضغط علي الموضوع انه يعني انا بدي اطلع من هون. صار فوق. هو ايه اللي حصل؟ كنت بتعمل ايه برا هنا؟ مش عارف، ما اشتركتش في عملية من شهور. حاسس اني ما كنتش، مش عارف، بأدي دوري. فاهم؟ في اغبياء كتير معاهم سلاح برا يا ماني، مش كتير يعرفوا يصلحوا القرف اللي سايقينه حوالين المكان. ايوه ده بالظبط اللي قالكم. ايوه لو مره اتفق مع الاغبياء دول. طب ايه رايك؟ ليه الموضوع عامل كده؟ طريقه ايه؟ كل واحد هنا بيحاول يقتل الباقيين. ماني انت عارف كم واحد كان محبوس في السجن قبل القرف ده ما يحصل؟ اقصد هنا في الولايات. ما اعرفش. 2.5 مليون. عد اللي خرجوا بافراج مشروطه تحت المراقبه تقريبا 7 مليون. طيب واحد من ضمن 35 مليون كان واحد ما يهموش القانون، وهم دول بس اللي اتقبض عليهم. أعرف. تقدر تكمل هنا؟ أيوة. يا ديك أنا مدين لك، كان ممكن أكون مايد دلوقتي لولاك. ماني اشتغل كويس. اشتغل كويس ده أكل عيشك. ودلوقتي اخرج من هنا. اوكي انقذنا. I'll save some for you. Head to sawmill. Trust increase. حاضر استاذ. طيب خلينا نروح على مخيم كوبلند. ما بعرف اذا معنا مصاري اساسا هنيك. هات لنشوف. والمهمة اللي عندنا اللي بعدها هاي. Race against time. نروح اقتل هوردي. خرده حقنه. نيرو عندها كتير منها قوي. ايوه هو ده فعلا. بقول لك شفت مهام الاسبوع اللي جاي؟ وبعدين
ايوه قرروا فريقنا يخرج ويجمع حاجات من ديت كايوتي. فعلا ازاي ده فتنة مش ضمن خط سيرنا؟ انا مش عارف، هشوف الموضوع مع صاحبي. ده المكتوب يدي القرف، شكل ده مش طريق. ايوه ما بهزرش، ما انت عارف ايا كان بيحركوكم طول الوقت. عندي اماكن وقوف لازم اعدي عليها، عندي اختبارات لازم اعملها، وفخاخ لازم الاقيها. ارجع للمسؤول، مش انا اللي حاطط الجدول ولا انا بختار الوحيات. ده اللي بعمله. شكرا جدا. طبعا مفيش مشكله. تمام، اظن ما عادش في حاجه تخليك تقلق على واجباتك العسكريه بعد كده. لا اعتقد ان ما عندهمش. ماني راجع، قول له اشتغل كويس. سنت جون حول. طيب يا صاحبي، ده مضحك قوي. لقيت فين الكريوسوت؟ انت بس بتحب تلف بالعربيه الغبيه دي. عندك حق طبعا. طيب انا رايح ورشه النجاره القديمه، اكيد في مستودعات تخزين هناك، هنلاقي كل اللي نحتاجه من الكريوزات هناك. ورشه النجاره لما روحتها اخر مره كان في مسوخ، تجمع كبير قوي. ايوه انا واثق من كده. هو انت لسه عايز تموت؟ قصدي بعد ما لقيت مراتك ديك، احنا هنرجعها تاني. جوزمان لا ما حصلش. بص انا ممكن اتصرف، استعدوا كويس، هبعتلك لما المكان يبقى امن عشان تحضر عربيتك. ديك نحول. هدول كيف بدي دمروا احرقون. حاول. ما اجيتوا يخرب بيتكم. كل هذا اللي حرقته بس حرقت الربع، اقل من الربع. لا هاي شو منقول؟ لا هذه اسمها جي جي. اربعة نبال. هذا طلع منكم؟ لا يعني ما بنحكي هالكلمة يعني، بس ديك سخنتوها يعني. أيوة ريكي. بوزر قال لي انك رايح ورشة النجارة القديمة. ايوه، وبوزر بيتكلم كتير قوي. ده رئيس الامن لازم يقول لي. فاكر لما رحت معايا ورشة النجارة صح؟ فاكر لما وريتك حشد المسوخ اللي كان عايش هناك؟ ايوه انا فاكر. الحشد الكبير اللي عايش ونايم وواكل هناك. ايوه زي ما قلت انا فاكر. بص يا ريكي، لما كنت مع المسلحين كانوا طيب احنا عملنا المولوتوف المعدل. مولوتوف متعدل؟ ايوه شبه النبال ما اكتر. على كل حال صدقيني انا هتصرف. احنا محتاجينك يا ديك عايش. ريكي بس انا هكون بخير، مفيش اي داعي تقلقي عليا، اتفقنا؟ انا عارف انا بعمل ايه. ريكي. ايوه يا ديك. انا اولع شويه شموع. اوكي. ايوه، او في الحاله دي مولوتوف كبير قذر، بس انت عارفه فاهمه قصدي. تمام. ديك نحول جايزه. طيب سان جون، انا كوبلند. ماني قال انه معاك تدوير بشكلك. مش معايا عملات للمعسكر كفايه. لما يبقى معاك عدي عليه علشان يصلح. كوبلن حول. اظن هي اسوأ مهمه لعبتها بتاريخ حياتي كلها. خالصين؟ تمام اخيرا. اوكي خلصنا. الله يلعن ابو هالمهمه.
ثلاث ساعات كنت لازم اختم اللعبة اليوم. لعبنا اليوم هاي المهمة. احيانا تجي هيك مهمة بتزعجك كثير، هاي مهمة منهم. ما استمتعت ولا لحظة فيها. ايه ده يا ديك؟ شكلي فوتت متعة. ايوه، في المرة الجاية انا اللي هسوق العربية وانت تحارب المسوخ. ايوه يا صاحبي. طيب اركن بس هناك. تمام اعمل ده. تمام كفاية كده، ارجع المعسكر هقابلك هناك. تمام. وكمان يا بوزمان سوق على مهلك. كنت فاكر ايه؟ اني هفجر نفسي؟ طيب وين ميتوري؟ طوني ميتوري، طلعوني من هالمكان الزبالة. يا ديك معايا؟ اهلا ريكي، ايه الاخبار؟ لسه في شوية شغل هعمله في المقطورة. هكلمك لاسلكي لما تجهز. شكرا. انا جاهز لما تستعدي. ديك انت اكيد هتعمل ده؟ دول جايين يا ريكي، الا لو قتلناهم الاول. انت صح ريكي، حاول. طيب بس بدي اروح على المخيم. بس اخذ شويه اشياء لانه لم شفته، ما معي امو، ما معي شيء. وبعدين بنروح على المهمه. معي 12000. ازيك يا صياد الجوائز بلير؟ شكلك كويس قوي النهارده. 665 850 هات. اوكي هات. ايوه اختيار حلو. وهات لنشتري كمان. لا أيوة. هلا صار معنا هون. يا ديك خد بالك من نفسك برا. حطينا 2000 بس بسلامة خيركم حق امو. يلا. لا مو يوز كرافت 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 كرافت. حتى خلصنا هدول، كنت ماني عارفه. منيح لي هلا انتبهت لهم، استخدمتهم هلا. ساعدوني لاهرب من الزومبيز. يلا تقريبا كل حاجه جاهزه. ايوه ريكي جهزي الديلة عجله السواقه، هنسوق لحد الباب الامامي وننط ونودعهم. ماشي، بس انت متاكد من ده؟ قصدي ان الطريق طويل قوي على انك تسوق بدراع واحد. غبي بوزر، احنا عارفين ان دي رحلة اللي يروح ما بيرجعش. ايوه يبقى مش مضطر ارجع. انا عايز ده. بس في حاجة واحدة. سواقين الموتوسيكلات بس ممكن يعملوا مخاطرة غبية زي دي. احنا بس. ايوة. هنقدر نعمل ده ولا ايه؟ ده صح جدا. ريكي وآدي. شكل ريكي هتيجي في الآخر برضو. إيه الأخبار يا ديك؟ جاكيت حلو، شكله حلو عليك. ريكي، آدي، أنا ممتن لده، بس أنا وبوزر في شوية حاجات لازم نعملها. إيه الأخبار بتنتشر؟ الخطبة بتاعتك أثرت في الناس أكتر من اللي توقعته. أوه على الموسيقى. قلت لك مش هتعمل ده لوحدك. ده تقلقش، مش بيعملوا كده عشانك، علشانه هو.
لا ايرون مايك ايرون مايك ايرون مايك ايرون مايك. ماشي اسمعوني، الخطة بسيطة، انا وبوزر هنتجه للبوابة الشمالية وهنفجرها، وده هيجذب انتباه كل اللي عند البوابة الجنوبية. كل اللي عليكو تمشوا ورا ريكي، اتفقنا؟ مستعدين؟ ايوه مستعدين. وانتوا الاثنين مستعدين؟ بصي هبلغك لما نوصل للجسر، ما تدخليش قبل كده. ماشي. تمام؟ يلا بينا. هذا مسلحنا فور ايرون مايك، معنا الدرم جن يا اساتذه. فجر حاله بوزر يا جماعة. لا. No way على اللعبة ايش عم تعمل فيني. بوزر يا جماعة بوزر ضحى أول شيء وهو عم يساعدنا، راحت إيده مزكوا المزقين وروحوا له إيده. كل اسم تنط يا ويلي، هذا اللي ممثل صوته لديك، ما أسوأك يا شباب. مش ممكن يا بوزر، عم فكر أنا بإنجليزي أنا والله. ساعدوني أنا بنزف، حد يساعدني. هقتلكم كلكم لغاية آخر واحد فيكم. رجلي، أنا مش حاسس برجلي. لا خبر. أيوه واحد مصاب. أنا عارف أنت فين. طلع سارة، لازم أوصل لسارة، لازم أتصرف. الملاذ، لازم أوصل للملاذ. أعطيني الأمو بس لحظة، كان في هون صندوق أمو. شو هو شلون أمو في هذا الفرد؟ ماشي يا شباب بس نستخدمه. هات هاي كويس. اوكي في امو وفي ميدكت. هات نحن خرشين سنايبر. يلا جاهزين لنفوت على الملاذ.
ده مقفول. روح للكهف اللي فوق بسرعة. تحرك. اتحركوا. يلا ابدأ بتجهيز المتفجرات. انا بأمرك انك تتحرك. روح دلوقتي. اتحرك. يلا يلا. فجروا المدخل صح؟ اسكيزو انت حقير يا اسكيزو. انا جاي يا اسكيزو. لازم نعمل ده بطريقة صعبة. اعلى قمة في الجزيرة. لازم اوصل لاعلى قمة. لازم الاقي طريقة علشان اعديهم. قصدي مثلها. مستحيل مستحيل. هيقضي الغرض. الذخيرة قربت تخلص. في اموشي هون. يلا نمشي. اكتر شي بكرهه اني اقعد لوت بالنهاية. انا اساسا ما عندي صبر لوت بالنهاية. خرطش السنايبر تكون جاهزة. الله اكيد هو فوق البرج. شفت شو عمل؟ لازم اخرجهم. لازم اخرجهم. جي جي. فجر الخزان لحدي مشان يدمجني. بس انا اذكى منه. شفت الخزان وما رحت لعنده. لازم اعدي العيال دول. اوه سنايبر. تعال. اخير امو. سنايبر صندوق امو. ضل حدا. هات المدكت. عفكر اطلع على السطح على شاطر السنايبر. ما في مشكلة نكمل. ده معنا 6 طلقات الا ما نلاقي صندوق امو. قربت اوصل. يلا يلا استمر. تخبى 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 شوي نشوف وينه هذا. انا عم بيقوصني. في واحد غير هذا عم بيقوص. عم نور الجبل. طلع بالله. يجي. طلع. تعال. يجي. هذا اللي هون كان معه سنايبر اظن. صح؟ وينو هذا؟ اي معه سنايبر مزبوط. علقت بجستو. يلا يا جبان. يا محمد على السنايبر يا جماعة. بوقته بوقته بوقته. يا سلام. مشان الله طلع سنايبر. ريكي انت سمعاني؟ ديك لقيناهم. لقيناهم ديك ديك. ويقاب ده عم تقول له. نجح. واو مسك يا سارة. قناصة مستحيل. شلون هالحركة؟ هولع فيك يا حقير. الحو ما ضل حدا صح؟
انا مش متفائل. خليني يلا منيح اني مخرت شيء. يلا بسرعه اكتر. انت اتجننتي؟ هو انت عاوزه تموتينا؟ ايه القرف ده؟ انت سامع ده؟ يلا اسرع. خلصنا، لازم نمشي. طيب حطيت كام واحده؟ كفايه. يلا نرجع للعقيد. يلا النقيب ساركوزي التقرير. احنا عملت متفجرات قد ايه يا فندم؟ احنا ما كانش عندنا الوقت ال ايه؟ مش معقول. قد ايه؟ تلاتة يا فندم. تمام هروح اجيب ريموت التفجير من ويفر. راقب مدخل اظن هون ممكن نلاقي. ما تخليش حد يدخل. هاي صندوق امو. تمام يا فندم مفهوم. خليني خرطش بعدين باخد الصندوق التاني. خليك بعيد عن القناة السخيفة دي، ممكن قوي تبقى متراقبة. حلو سكيزو. اوه يا عقير، عطينا شوتجن هون. نحتاجه يا ترى؟ ثلاث متفجرات ما بنحتاجه. لازم الاقيهم. يلا اهي واحدة، لازم ابطلها. ست قنابل لازم اعملوا اندسار. طيب انا مش مصاب. عندنا واحد اتصاب. انا جاي يا سكيزو، استناني. هم لوينا؟ بيتك على هالايم هرب. ما في قنبلة هون؟ فكرت في قنبلة هون والله. ليكا اخر واحدة شفتها. يا الله بقى يا حقيرة هناك. تمام ده يخلص الموضوع. واحدة تانية، انا لازم الاقي الاخيرة. قربت توصل يا سكيزو. المفروض ما ضل حدا. المفروض هلا احسن انزل اخذ الامو واستخدم. خلي استخدم ميدكت. اوكي حلو، ناخذ الميدكت والامو. هات، وفي هون صندوق امو. مزبوط. كيفني معكم يا شباب؟ انا هو السنايبر.
يلا اظن هلا وقت المواجهة. بسرعة يا ملازم، فين الزبط جهاز التفجير؟ اخرس خالص، مش هتورطني هنا. ويفر يلا، احنا لازم ننفذ الاوامر ايا كانت هي ايه. فين الهباب ده؟ ويفر فين ريموت التفجير؟ كيزي وحسن لك تخلي يمشي. معرفش انت بتقول ايه. ايوه يا حاج. يو استنى استنى. يلا جايينك يا برو. سكيزو بدل عبي قلنا برو برو ما جيناك. تاي ناخد الباندج. استنى هاي شوفوا يا شباب الرن تبعي بالسنايبر بهاللعبة رح يعجبكم ان شاء الله. انا شو بحب الاشياء المخفية. ويفر اخرج من هنا حالا. يلا يلا رجالتي جايين من البوابة الشمالية. يلا واحد. سمعت اللي انت عملت. اثنين. قتلت كل الممزقين. ايوه جرأتهم زي ما يكونوا فران حقيرة. ثلاثة. انت عملت اربعة. لكن اراهنك ان ايرون مايك مشافوش كمعروف. خمسة. مش كده؟ اضربوا اضربوا. انا كنتش عاوز اضربوا. يلا يلا كنتش عاوز اديك فهمني، بس هو ما سابليش فرصة. حاولت خليه يقتنع بس هو ما اقتنعش. هو ما استنيش. انت اكيد عاوز تقتلني صح؟ ها؟ فضلت ورايا طول الطريق لحد هنا. انت رجعت هنا عشان ها؟ مش كده برضو؟ صحيح انت جيت عشان مرادك الحقيقية. عندي ليك اخبار مش كويسة يا ديكن سين جون. بعد ما كوني ساعدك تهرب العقيد ما كانش وصل منك خالص خالص يا فندم. كسرها زي البيضة كسرها زي البيضة. ما بسمع شيء. تخسر. سكيزو هنخلص ده دلوقتي. خلصين. هات صندوق الأمو. هاي متكت فيني أخده. أعطيني إياها. أوكي ما فيني خرط الشيء. يلا امشي مشينا. وين سكيزو؟ يا حقير يا ندل هقتلك بايديا دول انت فاهم؟ لا لا انت مقرف. يلا موت بقى. شوف شو حنساوي فيه. بسرعة بسرعة انا حالنا باخر ثانية. خرب كل شيء هالكلب. عارف يا سكيزو في مرة كنت اقدر فيها اني اسحبك لجوه الانهاض. لا وكمان اسيبك للمسوخ. لكن لحظة 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 انا مش هعمل ده. عايز تعرف ليه؟ لانهم هيقطعوك بكل وحشية. لكن عارف مش هينبسطوا بده. خلصنا اللي بيحصل خارج الملاذ. لكن ده برا احنا في امان. هنا مفيش حاجة هتحصل لنا. سامعني؟ المكان ده متحافظ عليه هيفضل امن. دي ارض مقدسة. احنا في امان في المكان ده. احنا في امان في المكان ده. معرفش
امتى او ليه، لكن انا شفت حاجة من شهر تقريبا. حسيت بحاجة، حاجة انا ما حسيتش بيها من زمان، وعارف ان كتير منكم يمكن حس بنفس الحاجة، وانا اظن لو بس نقدر. استنى ده سين جون. ديكن هاخد سلاحك الاحتياطي. اقعد. سيبهم يمشوا يا سيادة العقيد، الموضوع انتهى وانتهى امر المسلحين. عاوز كوباية شاي؟ اكيد عاوز. سارة ممكن كوباية شاي للرحال؟ كان الملاذ املنا الوحيد، انت اكيد مدرك ده. لما تم تطهير العالم كان هو الشيء الوحيد اللي كان هيسمح لنا بإعادة البناء، كان كل شيء محمي وكمان تم إنقاذه. ما لقيناش حد متأثر يعزف على البيانو، مش كده؟ لكن ده مش مهم دلوقتي. لما ده يختفي مش هيتبقى حد يسمع موسيقى. انت دمرتنا، دمرت كل شيء اشتغلنا عشانه. لا يا سيادة العقيد، انت اللي عملت كده. لما ابتديت الحرب المقدسة دي انت عارف اديتهم الاختيار بينك انت وما بين المسوخ، فهقف في صفهم، لانهم لما بيقتلوا عشان يسدوا جوعهم مش اكتر، ما بيقتلوش ستات من غير سلاح. لا هاي سمامته سارة. ارجع. طب ليش ما خليتوه النهاية ومعانا بوزر؟ ضحى بحاله كرمالنا بوزر نقول اللعبة. يلا نمشي. آخر شي فجر حاله مشان نجيب سارة. ما الواحد ما ينسى اللي يساعدوه. اختفى. يا خبر، ممكن تجيب شوية. ماشي ماشي. اسمع، ممكن تعمل خيمة علاجية هناك؟ هاي في مدخل كهف هناك، هتلاقوا مؤن وإسعافات، هات رجالة وروح. انت يلا ريكي. هادي ممكن أساعد؟ أنا دكتورة. كده خلصت. كل اللي مات أو اتصاب بسبب الانفجار في الغالب استسلم. هو فين بوزر؟ ريكي، أنا محتاجة مساعدة هنا. ريكي. أيوة. أنا إزاي أقدر أساعدك؟ أهلاً. أتمنى تكون شلتلي شوية. نووي، لا 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 بوزر يا جماعة هاللعبة. آسف أني تأخرت. لا أيوة. لا 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 نطيت. لا قبل اصطدامي بالجسر. شفت أيوة. عربية الشحن. لا لا، حسيت بهزة الانفجار حتى من تحت المية، كانت متعة. ايه؟ اكيد مش هفجر نفسي، مش كده؟ ومين اللي هيبقى موجود عشان يقرفك؟ اكيد انا.
أختي الصغيرة دي قصة طويلة. طيب سمعت إن حد بيدور عليك. إيه؟ تقريبا ما قدرش يكتب. أيوة ما تسمعيلوش، دي كانت فكرته. وبعدين ريكي أدي، مين اللي هيخرجني برا المكان القذر ده؟ واو، نهاية حلوة، نهاية هلأ، نهاية يعني هيك بتشبعك، بترتاح وقت تشوفها. أهم شيء إنه كله عايش وأخيرا نهاية سعيدة. بس يعني إحنا صحيح خلونا نعاري نوصل النهاية السعيدة وفوتونا بستين حيط، خلونا نقاتل 60,000 زومبي وفريك أو مسخ، بس كانت بستاهل كلها ملكك كوري. سمعت إنك هتفضل هنا ويفر علشان تعيد البنى. مش كل أفكار العقيد كانت سيئة، المجنونة منها. أنت تاني شخص يقولي الخبر ده. مين غيري؟ كوري؟ عارف ده حقير. سابنا هنا نعفن، ولا كان زماننا ميتين. ما يهمش، وأكيد هنمر بدا تاني من غير سخافات الجن. هاي انت كده هتفوتك خطبتي. لا انا ما كنتش هقول كده. صاحبي نجحنا. انت نجحت. انت عارفني، لازم اعترف اني للحظة افتكرت انك هفجر نفسي. قلت لك ورايا حاجات اعملها. ما ترحمهمش. ايوه يلا بينا، جاك هيكون فخور. نجحت؟ عملناها، تعالي هنا. شفت؟ الحاجات الحلوة بتحصل لما تتفائل. بس كده أكتر من مجرد شعلة نار. صح. أيوة. ما شفتكش بتقول خطب قبل كده. تلاقيش، مش هتكون خطبة. ماشي يا هانم. أعرف، كفاية قوي كده. معناه إيه إن كلهم بقوا ساكتين؟ هما مستنيينك. مش ممكن يا سفلة. عارف اننا لازم نبني حاجات كتير، عشان كده انا هختصر كلامي. بصوا انا مش قائد. ايوه صح، ما يهمنيش انتوا بتقولوا ايه، انا مش ايوه انت كده. بس انتوا عملتوا حاجه كويسه خالص النهارده. احنا عملنا حاجة، اتحدنا سوا وحاربنا. ومش عشان أي حقير قال لنا نعمل كده، لكن عشان هو ده الفعل الصح اللي لازم نعمله. وعارفين بقى، نجحنا. شفتكم بتنضلوا عشان تبنوا، بتحاربوا علشان تنقذوا أرواح، عشان تخلوا الناس تعيش في أمان. شفتكم بتضحوا بكل حاجة تملكوها، بكل حاجة فيكم، عشان العالم يبقى أفضل. ولعلمكم ده اللي مخلينا لسه هنا. ده اللي مخلينا لسه هنا، عشان لو ما عندناش أمل لحياة أفضل أو لمستقبل أحسن، يبقى بنحارب ليه؟ تعرفوا ايرون مايك؟ كم مرة قال لي ان احنا اللي بنشكل العالم بافعالنا اللي بنعملها. ها؟ احنا عملنا ايه؟ ها؟ ايه اللي احنا هنعمله؟ هو صح. ايوه ده صح. شايفين ده؟ ايوه هو ده اول خطوة. ايوه
مش غير أيوة. افتكرتك مش هتقول الخطبة. أيوة أنا فشلت. أروان أيوة. إزاي حصل كده؟ تعرف إن ده عادي بالنسبة لسواق مسجل. السواق مجرم ها؟ طيب جاهزة تركبي يا هانم؟ معرفش على حسب هنروح فين. أي مكان إحنا عايزينه. طيب يا شباب، ختمنا اللعبة. طبعا فينك تلعب لسه فيها زيادة، هي لعبة عالم مفتوح، وكمان فينا أظن في إلى نهايات سرية اللعبة، بس ما بعرف عنهم شي. حفوت شوف كيف نوصل لهم ونروح نعملهم. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها معي. شكرا لكل حدا دعمنا فيها كالعادة. مو كل الناس بتشوف يعني اي شيء بننزله، في اشخاص محددين بيشوفوا اي شيء بننزله، في عالم بيتابع معنا سلاسل محدده. فشكرا لكم كتير، لكل واحد عم يتابعنا بهاللعبه. كرمالكم وصلنا لهون، لو ما انتم ما كملت ولا ضليت عم ننزل، بس بعرف في ناس مستمتعه فيها، فهذا السبب اللي خلاني ضل مكمل. وبنفس الوقت ما بلها الشعب اخذ عبي جيني دعم منكم، فهذا الشيء بشكركم عليه. في غنية شغالة بالخلفية بس على الاغلب حيكون عليها كوبي رايت فحشيلها. فبس شكرا لكم، برجعكم ان شاء الله فيديوهات جديدة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Congratulations on completing the story of the Asgon. Deacon has defeated the Maetilia and reunited with Sarah, but there is still too much to do. So much to do. Continue ride on the broken road, upgrade your bike, discover additional Nero location, complete more storylines, and unlock all the collectibles. Thank you for playing the Days Gone team. Thank you for making this game. ديكن مبسوطة اني شفتك. عاملة ايه يا بلير صحيح؟ تمام يا ديك، خد بالك.